خوتي المغاربة، مرحبا بكم في هذه الحلقة هذه الجديدة، والتحية موصولة لكل الإخوة ديالنا في تونس وليبيا وموريتانيا والجزائر وكل الدول يعني العربية وغير العربية. طبعا مؤخرا تبادلنا اتهامات كبيرة بخصوص الأحداث المؤلمة اللي عرفتها الجزائر عندما وثقت مشاهد لاعتداء عدد من الجزائريين على إخوتنا المغاربة، وخرجنا في تصريحات وانتصرنا للحقيقة بناء على أشرطة فيديو موثقة في وقت نشرت فيه بعض وسائل الإعلام الجزائرية مواد كلها شحن وكلها تحريض على المغاربة، محملينهم المسؤولية أن المغاربة هم اللي داروا المشاكل. واليوم واستنادا إلى قوله عز وجل في سورة يوسف وشهد شاهد من أهلها، ما كاينش شي اروع من شي شهاده ومن شي دليل منين كيخرج وكينتصر لك واحد من الطرف الاخر. اليوم الشهاده قادمه من الجزائر، قادمه من امام صدح بقول الحق، انتصر للحقيقه وانتصر للعروبه وانتصر للامازيغ وانتصر للعلاقات التاريخيه. وشهد شاهد من اهلها. اليوم جريده الشروق وعدد من عباد الله اللي حملوا المسؤوليه للمغاربه، هاد الشهاده تقدر تقول المهداوي كيقول لانه مغربي او فلان او فرت، لا اللي كيحكم عليك جزائري. والجميل في هادشي اللي غنسمعكم اننا في الحلقات ديالنا تقاطع معنا بعض الافكار، منين قلنا الضيف والمضيف، شي يكون عندك ضيف في البلاد خاصو العنايه وخاصو، والوقت اللي الرئيس تبون خرجوا كيقول الاسود ولم يتاسف للاحداث ولا تحركت فيه شي شعره. سمعوا الامام اش كيقول جزائري من الجزائر. اضرب المغربي ورفض لي الاعلام تاع فلسطين، معادلة عجيبة هذي. لا غير معادلة عجيبة. البارح أنا ما شفتش الرياضة المقابلة، والله ما شفتها، بصح ندخل على اليوتيوب نلقى الناس تجري رداف بعضها والدمومات وكذا. إنما فوتنتم به. هذا واش رانا نعلمو في ولادنا. يا فرحي واش رانا نديرو على جال السطلة وعلى جال كاس العرب. واش من العرب يا خليتو فيها عرب؟ واش من العرب؟ لبرا ما تثقبوهاش لبرا، سبحان الله. لما الانجازات ما كاش ولينا نفرحوا باي انجاز، ان شاء الله اذا شفنا ولادنا ضاربوا. اقعد يا وليدي اقعد. تصوروا على عباره جميله، قال لك حيت ما عندناش انجازات، حيت ما كنجوش ولينا كنحتفلوا بالولاد ديالنا كيضربوا، هذا انجاز وكنحتفلوا به مع كامل الاسف. ضياف عندنا نقبلوا احنا على ولادنا اللي هكذا 17 سنه، واش رانا نديروا؟ اين عقولنا؟ كيفاه انا نجي في الخطبه ناكل في لحمي ونبكي على الامه ومبعد دير لي مقابله يتقاتلوا فيها؟ قلناها في حلقات اخرى خوتي ولا لا، ملي تناولنا هذا الموضوع قلنا وضعنا احنا ما يمكنش يتقارن، احنا ضيف، هذاك مضيف عنده الشعب وعنده السلطات وعنده الارض وعنده القوه، احنا بعتا شحال فيها 21 لاعب ولا 30، واش يمكن لك تناقش هكا امام ديك المواجهات وتقول المغرب هو اللي جبد وتسخر الاعلام مع كامل الاسف؟ الضيف وهضرنا فيها في حلقه اخرى، احنا ضياف عندك خصك تحتضننا وتحمينا وتقوي الامن وتقوي السلطات. عباد الله احنا ضياف. كاش واحد يرجع لبلاده ويحب الجزائري؟ ربي يقول انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ما نعرف الى الكبار راهم غالطين، الى الصغار راهم غالطين، الى رانا متفاهمين كاع باهنا غلطوا. من بعد العلماء يهضروا والدعاة يهضروا والائمه يهضروا، يا جماعه خافوا ربي، هذو شعوب مسلمه يا جماعه، يا جماعه ان الشيطان قد يئسه، الحديث جبناه مليون مره، ان الشيطان هكذا يقول لكم حبيبكم محمد صلى الله عليه واله وسلم، ان الشيطان قد يئس ان يعبده العرب في جزيرتهم ولكن لم ييأس من التحريش فيما بينهم.
حبيتوا الشيطان يوقف هكذا ويقول لكم شفتوا كي كلخت لكم، كنتوا فرحانين، شفتوا المقابلة، اشعلها مني هاي، اشعلها، اضرب المغربي ورفض لي الاعلام تاع فلسطين. معادلة عجيبة هذه، لا غير معادلة عجيبة. لا، أنا دوري أنه نذكرك باللي هذاك خوك. ما كان الزوج هكذا يقبضوهم يعتذروا لبعضهم ويجيبوهم وكاع ولاد الإسلام 17 سنة، زيدوا يجيبوا لنا تاع 15 سنة يزيدوا يا بعد كاش نهار تشوف طفل صغير هكذا هذوك تاع الروضة جايين يديروا مقابلة ويزيدوا يضربوا. بنكملوا عليها. جيبوا لنا مام الصغار تاع الروضة. أقول لكم القرآن قال إنما فتنتم به والعجل راه متن. والفرق ما بين المغربي وما بين الفلسطيني، كيفاش كتقول كتنتصر للقضية الفلسطينية وانت كتستهدف بشكل يومي وحدة ترابية ديال دولة شقيقة اللي بلات معاك البلاء الحسن في التاريخ، وساهموا بالسلاح وساهموا بالدماء بدون ما نهضروا على علاقة الأواصر ديال المصهرة وهلوم جرى؟ واش كيستقم هذا النقاش، هذا الهجوم على المغاربة بشكل يومي، لا على المستوى الرسمي رئيس الدولة، لا على المستوى الوكالة ديال الجزائر بشكل رسمي، حنا وكنقولوها بمنتهى المسؤولية وكندينوا بعض الأصوات من داخل المغرب اللي كتزرع الكراهية، ولكن موضوعيين ماشي على صعيد رسمي حنا في المغرب. هل الفرق بيننا وبين الجزائر؟ الخطورة بيننا وبين الجزائر أن العداء والكراهية تمارس على صعيد رسمي من طرف رئيس الدولة، من طرف وكالة الأنباء، من طرف الأذرع الإعلامية الرسمية اللي معروفة. حنا في المغرب كاينة أصوات كتزرع الكراهية ضد الجزائر، ولكن على صعيد بعض الأوساط الشعبية وبعض الأوساط الإعلامية واللي كنتقدوها يوميا، ولكن على الصعيد الرسمي المغربي عندنا الشجاعة نقولوها. الصعيد الرسمي كاين نداء دائما نحو طي صفحة ديال الماضي، كاين اتجاه نحو الهدنة، كاين اتجاه نحو السلم. فكيفاش الجزائريين كتقول انتوما كتنتصروا قضية الشعوب وتقرير المصير ديال الشعوب والقضية الفلسطينية، ولكن انتم تسيئون يوميا للشعب المغربي وكتستهدفوا الوحدة ديالو الترابية؟ وهذا الإمام الجزائري كيطرح سؤال رائع، كيف كتقول فلسطين وانت كتقيس المغربي؟ شنو الفرق بين المغربي وبين الفلسطيني؟ لماذا هذا العداء؟ انا قلت الكلمه اللي ما اعتقدها هي الصواب ونخليها لربي، نقول له يا ربي انا يا قلت لهم ما تتخاصموش، قلت لهم تحابوا، قلت لهم الشيطان راه يحرش بيناتكم، قلت لهم انما فتنتم به ردوا بالكم. باش هذه الفكره كذلك رائعه. انا دوري، انا شنو قال هنا؟ انا دوري، هذه رساله كيصيفطها تهضر من دائرته الدينيه التربويه، هذه وظيفه الامام، هذه وظيفه رجال الدين. وان طائفتان من اقتتلوا فاصلحوا بينهما، ما وصلش للاقتتال ولكن مني غير قياسا على هذه الايه، وان طائفتان من اقتتلوا. فهاد الصراع علاش ما جمعوش الدراري ودخل شي واحد وسط حتى ما بين الشعب الجزائري والشعب المغربي؟ وهنا مسؤوليه كذلك على عدد من، علاش ما كاينش وساطات حقيقيه لحل هذا النزاع التاريخي بين جوج ديال الشعوب كيأدوا الفاتوره من دمهم ومن صحتهم والهجره وقوارب الهجره والتنميه معطله والشعوب ممزقه والكراهيه كتزرع والاجيال غدا ما عرفنا شنو غتواجه؟ خطر من هادشي اللي كنشوفوا اليوم امام هذا التصاعد ديال الثقافه ديال الكراهيه. جيل باقي جديد ما عارف كاع الكفاح المسلح المشترك وما عارفش كاع المغرب اش دار، كبر غير في الهجوم وكبر غير في المراركه مع المراركه والسبان. شنو كنصنعوا غدا؟ علاش رجال الدين دابا هذه الفكره اللي قال انا دوري، اين هما رجال الدين في المغرب؟ وهنا هذه النقطه مهمه، علاش هذا رجل الدين كيهضر من داخل الجزائر اولا من خارج الجزائر؟ المهم جزائري، علاش حنا رجال الدين في المغرب ما كيهضروش؟ علاش ما يهضروش سيدي في السياسه؟ هضروا غير في الكراهيه ما تبقاش. ذكروا الشعب المغربي وذكروا الشعب الجزائري بروابط القرابه اللي بيناتنا الدينيه والاخلاقيه، واش كيقول الاسلام على التاخي وعلى الحب وعلى زرع الكراهيه ونبذ الكراهيه ونبذ العنصريه والتعايش بين الشعوب. فين هو دور ديال رجال الدين في المغرب؟ علاش رجل الدين في المغرب ساكت؟ علاش؟ هذا سؤال جوهري. فين هو رجل الدين؟ فين هي النخبه الحقوقيه الفكريه اساتذه الجامعات؟ علاش هذا الصراع مخلينا غير يعني بعض الاوساط الاعلاميه وبعض الاوساط الامنيه وبعض الاوساط؟ لماذا رجل الدين غائب في هذه المعركه؟ كيقول لك انا دوري، تصوروا هذا الدور، هذا السيد كيزعزع العقول كيجرح، راه الانسان غير كلمه كترجعوا للورا. امين. يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
نعم كاين خطوات باش يضيع لك الولد. انت تحسب يضيع هكذا كبرك؟ الضياع ياتي بخطات ذكرتها لكم شحال من مره. لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يا الشيطان راه قال لكم ندي كوطه كبيره معايا لجهنم، واش يزيد اكثر من هاك؟ ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم لجند تاعو وضحنا. خويا نخافوا ربي في هذا الشعب مسكين، وفي الشعب هذاك، وفي الشعب هذا، في الشعوب المسلمه مساكن، خلوها تتحاب. الكبار عندهم دور عظيم في انه قال يا ودي خاطيك انت الامور اللي راه الفوق بين السياسيين، هذا امر بينهم، لكن الشعوب عشنا في بلاد الغرب ما عندنا عداوه حتى مع مواطن، ما شفنا منهم غير الخير. تحوس مع وليد الاسلام ما نهضرش هذا الكلام. مع وليد الاسلام لازم. هذه كذلك نقطه في غايه الاهميه تاعها الامام، في غايه الاهميه. دابا انسان يناقضك العرق ويناقضك الدين ويناقضك الجغرافيا ويناقض وكيحتضنك وكيتهلا فيك وكيعطيك السينيسيس وكيعطيك الحقوق ديالك وكتعيش معاه ما كاين لا عداء لا كراهيه. هذا انسان كيتقاطع معك الدم والتاريخ المشترك والجوار والمصير والاسلام والعداء على اشده. علاش ما النصارى كيتهلاو بها؟ كنقول اسمحوا لي هذا المصطلح كنبغي نقرب الصوره فقط. الاجانب الفرنسيين ولا كيتعايشوا مع المغاربه ومع الجزائريين برا ومحتضنينهم، واش هذا ماشي كافي باش يستفز عقولنا ويجرح الضمير ديالنا؟ خليها لربي. نقول له يا ربي انايا قلت لهم ما تتخاصموش، قلت لهم تحابوا، قلت لهم الشيطان راه يحرش بيناتكم، قلت لهم انما فتنتم به ردوا بالكم، باش على الاقل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اخواننا اللي يجمعوا لفائده صندوق الزكاه، هذه اخر رخصه، تفضلوا جزاكم الله خير في دقيقتين. اذا قلت ايها الاكارم، لما نفكروا كيف يضيع الشاب والشابه الصغير، كان شيخنا الشيخ احمد القطان الله يرحمه اللي من جيلي يعرفوا تأثير هذا الرجل فينا، رجل طيب، رجل مؤمن، كان خطيبا مفوها وسمي بخطيب الأقصى، عنده أكثر من 400 خطبة خاصة بماذا؟ بالمسجد الأقصى. وش يقول الشيخ أحمد القطان رحمه الله؟ يقول إذا رأيت شابا ملتزما، سمعوها مليح هذه نختم بها باش تبقى في الخالد، إذا رأيت شابا ملتزما سلب من بيت الله وضاع فصار إنسان تاع مخدرات وتاع المحرمات، قال إياك أن تظن بأن الضياع كان بين عشية وضحاها. لا لا، ماشي كيما دير هذاك السويتش في التغيير تاع الكليماتيزر في السيارة، دور هكذا يولي سخون، دور هكذا يولي بارد. لا، قال إنما هو اصطياد، هو عبارة عن ضحية اصطادته أيادي فتنته شوية شوية، دير له شوية العسل، حلي له الكلام. ايه، واش قال رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم كاين خطوات باش يضيع لك الولد. انت تحسب يضيع هكذا كبرك؟ الضياع ياتي بخطات ذكرتها لكم شحال من مره. لعنه الله وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يا الشيطان راه قال لكم ندي كوطه كبيره معايا لجهنم، واش يزيد اكثر من هاك؟ ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم لجند تاعو وضحنا. واش قال رب العالمين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. نعم كاين خطوات باش يضيع لك الولد. انت تحسب يضيع هكذا كبرك؟ الضياع ياتي بخطات
ذكرتها لكم شحال من مرة. لعنه الله وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. يا والشيطان راه قال لكم ندي كوطة كبيرة معايا لجهنم، وش يزيد أكثر من هاك؟ ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم لجند تاعو وضحنا. دابا هذا ماشي رجل دين، دابا هذا ماشي إمام، ما عارف شنو كيقول، ماله ماشي جزائري مع خوتو. دابا المحرضين في المغرب، المحرضين اللي ضد خاوة خاوة واللي كيبغيو العنف، كيف موقفهم قدام هذا الكلام ذات السيد؟ كيفاش كيشعروا؟ كيفاش كيحسوا؟ سؤال تالي وفي غاية الأهمية، هاد السيد هذا منين؟ جزائري ياك؟ ما كنلقاوش واحد الفكرة كتدور في الفيسبوك وفي الواتساب وفي الإعلام فيها بصفة إطلاقية. الجزائريين كلهم أعداء المغرب، راه ما فيهم خير، راه خاص معاهم الحرب. هذا اش نديرو فيه؟ هذا ماله ماشي جزائري. بمعنى آخر كاين جزائريين ها هو خاوة خاوة ظريفين كيما وسط المغاربة، كاين أكثرية ديال المغاربة باغيين السلم والتعايش، كاين واحد الأقلية وسط المغرب، أقلية مع التحريض. علاش؟ واكلة شاربة، ضحية ديال واحد الخطاب، ديال واحد الناس مستافدين من الوضع، واحد الناس كيبغيو يبينوا راه المغرب وطنية الفجة، هو تلقاه كيضرب مو كيضرب اختو، قادغ اخوه، قادغ الكون في اسرته، ويجيك الفيسبوك وانت ما كتعرفوش كيكتب لك تدوينة، ولا كشي اللي كيقول راه ماشي هو اللي كيعيش في داره وفي حياته، كذاب، واكل الناس في الكريدي، ما عنده اخلاق، يخون مرته، ويجي يهضر معك بالوطنية. يجي يهضر معاك بالوطنية. إذن ها هو جزائري. إذن هذه الفكرة ديال الجزائريين مش... لا أسيدي، ها جزائري. وهذاك الملعب اللي وقعت فيه الأحداث قلناها في مناسبة أخرى، العدد القليل اللي هبط ماشي هو العدد اللي بقى في المدرجات. إذن السؤال، هذه الفكرة اللي نبقاو نقولوا لا ماشي كل شيء. ثانيا هاد الناس، وهذه فكرة قلتها وكنعاودها لأهميتها، واش ملاحظتوش تنامي درجات الكراهية تجاه المغرب؟ هاد التنامي فوكاش كان واش تاريخي؟ عشنا لحظات مشرقة مع أخواننا الجزائريين قبل من الاستعمار، كانت علاقات رائعة، وبعد الاستعمار وقع توتر عادي وعادي جدا، ولكن جات محطة ديال بوتفليقة، جات المحطة ديال الشاذلي بالجديد، جات المحطة ديال عدد من بوضياف قبل عندنا، ولكن شكون اللي قتل بوضياف؟ شكون اللي قتل بوضياف؟ هذا هو اللي خصكم تقلبوا عليه أخوتي المغاربة، شكون اللي قتل بوضياف؟ وعلاش بوضياف تقتل بديك الطريقة؟ لأن كاين جماعة في الجزائر، ماشي الشعب الجزائري، ها الشعب الجزائري اللي كيعتبروا هذا الإمام، وكنقولوها بمنتهى المسؤولية، كاين جماعة عباد الله تتغذى بالصراع مع المغرب لتصريف الأزمات الداخلية، تخدم أجندة أجنبية باش لتأبيد الصراع، باش يبقى دائما ما عمر هذه المنطقة شمال أفريقيا تكون فيها سوق مشتركة قوية، وما عمرها توقف وتهز الراس. واش أخوتي المغاربة؟ طبعا نقولوها بشكل كلير، واش دابا الغرب؟ كتعتق الغرب تاريخيا باش بنا مجدو على انقاض العالم الثالث واستغلال ثرواته والحروب والعبيد والذهب والدل، وباقي اليوم كيعيش بالخيرات، واش كتعتقدوا ان الغرب يبغي المملكه المغربيه تهز راسها قدام العالم وتولي عندها حتى هي سياده وتنافس الاسواق الفرنسيه في افريقيا وفي الابناك وفي القطاع ديال البناء والقطاع ديال عدم القطاعات السياحه وغيرها؟ واش كتعتقدوا الغرب فرنسا ولا اي ولا امريكان ولا بريطانيا ولا اسرائيل ولا اي واحد؟ باش نكذبوا بالكلير، راه ما يبغيك شي واحد تهز راسك، تبقى ديما حاني راسك. نقول الجزائريين كذلك، واش الغرب دابا كيسحب لهم دابا الجزائريين ما فاهمش واحد اللعبه، هاد الصراع هاد النقاش اليوم اللي ولا ديال عندنا السلاح، علاش تبوا سخان راسو بزاف؟ لان الغاز فلوس دخلت صحيحه، الغاز والفلوس بالخيال، ومن دخلت فلوس بزاف تسلح على اعلى مستوى. اليوم تبون وجماعته واش كيعتبر هذا الاستعراض تجاه المغرب اللي كيبغي يعاقبه؟ واش فرنسا غدوزوا له؟ واخا انت مالك دابا خدامه معاه، الغرب خدام معاه، ما يحملوه، غدا تحي علينا، خصهم يهرسوا حتى الجزائر، خصها تهلس ديك الاله العسكريه. وهذا الاعتداد بالاسلحه راه ولا تخلع اسرائيل ولا تخلع فرنسا ولا تخلع بريطانيا، ما غايقولوا لكش دابا، يدفعوك في تواجه مع مع, مع 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 المغرب. طبعا عندهم مصالح في المغرب هنا كبيره، وعندهم مصالح في الجزائر، وكاينه شركات وكاينه مصالح وكاينه اجانب، ولكن ملي يحاولوا يقرضوك بشكل من بدون ما يقيسوا مصالحهم، ما مصالحهمش الحرب لانه كاينه مصالح ديالهم كبيره، ولكن في صالحهم كذلك، وهذه خصنا نتابعوا لها، ما مصالحهمش عاوتاني قوه اقليميه تولي كبر من حجمها. إذن حنا المغاربة ولا الجزائريين مستهدفين من طرف الغرب، ويسعون لإضعافنا، كيسعون لإضعافنا، لأنه في وجزائر خصها تنتبه، عندها سلاح،
ولكن راه ما عمر في تاريخ ديال الجزائر يعني كانت شي دوله عندها هذه الاسلحه بهذا الحجم. وهذا راه كيخلع باسبانيا وكيخلع فرنسا وخا ما دكاش باش كنصاريح، ولكن ملي في الخفاء كاينه الدسائس كتدار من اجل الاضعاف على اكثر من صعيد، ملف الصحراء وغير ملف الصحراء. اذا ملف الصحراء في اخر المطاف راه كيخدم اجنده ديال فرنسا، كيخدم اجنده ديال اسبانيا واجنده ديال الغرب، وجزائر ما غتستافدش منه. جزائر اليوم كتاخذ حرب بالوكاله، وعاتها ولا ما وعاتهاش. وهذا التبول وهذا الشيء اللي كنقوله له بمنتهى المسؤوليه، راه هذا الحقد اللي ولا تجاه المغرب انتعش معك. راه ما كانوش المغاربه والجزائريين على هذا الصعيد، ها هما الجزائريين الحقيقيين. وها الشهاده اخوتي المغاربه اخوتي الجزائريين، باش يكون الانسان مسؤول، شهد شاهد من اهلها، هذوك ضياف عندكم. اذا الاحداث اللي وقعت الاخرى كان فيها الظلمه هما يعني بعض الجزائريين، ربما كانت ردود افعال عاطفي في اطار الدفاع عن نفس البلاد، ولكن من البادي اظلم، البادي اظلم، يعني هما اللي اعتدوا علينا. ختام هذه الحلقه ننبه عباد الله، حنا لن نيأس من دورنا الصحفي، الصحفي كائن حقوقي يقرب به الشعوب، يسعى الى السلم، الى الهدنه، ينبذ الكراهيه، ينبذ العنصريه، راه عمرنا ما غنلعبوا شي دور من غير خواخاوه، هذه غير غسلوا راسكم منها. وهاد الناس اللي كيحرضوا واللي كيدفعوا في اتجاه مواجهه الشعب الجزائري المغربي، راكم مسؤولين امام الله وامام التاريخ وامام الوطن. وراه القادم أسوأ الى بقى الوضع هكا، راه هاد الاجيال اللي جايه راه ما كتعرف على الصراع. راه كيعرفوا غير الكره والبغض. راه مازال حنا الاجيال ديالنا واللي قبل شويه عشنا في التاخي وعشنا في اليوم، راه كنصنعوا جيل كارثه بكل المقاييس. وراه الفاتوره غيقدموها بجوجو. اليوم الشعوب، الرهان على الشعوب، الشعب المغربي والشعب الجزائري والنخب ديالو الحيه خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم. رجال الدين، رجال الجامعه، رجال الفكر، الاقلام، الصحفيين خاصهم يتوقفوا من التحريض، الحقوقيين خاصهم يوقفوا من التحريض، كل الائمه يخرجوا يهضروا على هذا الشيء. راه عيب وعار هذا النزاع يبقى 50 عام بهذا الشيء، ولينا ضحكه قدام العالم، شوهة قدام العالم، كاع النزاعات تم الحسم ديالها. لماذا النزاع في هذه المنطقه بالضبط؟ واش حنا مش قاصرين؟ واش حنا كينقصنا تربيه؟ كتنقصنا الدين؟ كتنقصنا الثقافه؟ كتنقصنا غير شويه ديال العقل والتواضع. حنا المغاربه غلطنا وانتم الجزائريين غلطتوا. نهار نديروا هذه الثقافه غنتقربوا. راه المصيبه ديال انا لم عمري غلط وانت كلك غلط وانا كلي الصح وانت كلك خطا، هذا ما كيساهم الا في تمديد الصراع. خاصنا نطرقوا واحد الفلسفه، نستحضروا مصالح ديال شعوبنا. جوج، انت غلطتي وانا غلط، نشوفوا صيغه كيفاش نتعايشوا من اجل المنطقه. اما نقاشد انا حرب الرمال، كاع اللي كيبقى يجيب الحرب الرمال والطيارات فرنسا وبن بله، عرفوا هذاك تيقلب لك على المشاكل. اما الانسان اللي كيقلب على التعايش راه كينسى وكيبدا صفحه جديده. الحسن الثاني الله يرحمه مات، بومديان بالهواري مات، بوتفليقه مات. اليوم نحن امام محمد السادس، نحن امام عبد المجيد تبون، نحن امام نخب جديده. ما يمكنش النخب الجديده تبقى وارثه اخطاء نفترضوا ديال الماضي، واي واحد كيتشبث بالماضي فلحاجه في نفسي يعقوب. شكرا لكم متابعه القناه، والى اللقاء.